مواصل معكم في دردشة المساء. غادي يكون معنا البروفيسور مولاي سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية لتلقى ضد كورونا. غادي نناقشوا معاه حالة التراخي والبلاغ اللي صدر عن وزارة الصحة. يلا السلام عليكم مولاي سعيد عفيفي. مساء الخير. بعد بدينا مزيان، واخا الموضوع هو موضوع حساس ولكني بدينا بالضحك. دونك ان شاء الله غادي يمكن لنا اننا نديروا شويه ديال التحسيس والتوعيه ان شاء الله خوتنا باش نوصلوا للنتيجه. صحيح، ونتفائل ان شاء الله من خلال النصائح اللي تقدموها دكتور. نتفائل خيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تفائلوا خيرا تجدوه. بروفيسور، من خلال العنوان اللي درنا لدردشة المساء معك، التراخي خطر يهدد صحة المغاربة. كنا تنقولوا كورونا خطر يهدد صحة المغاربة، ولكن الآن بغينا نوصلوا لهم المغاربة راه اللي ولات يهدد الصحة والسلامة ديالنا هو التراخي. هذا عنوان في محله، وعنوان يدل على المرحله اللي فيها احنا دابا. علاش؟ باسكو قطعنا اشواط منذ هذه 16 شهر، قطعنا اشواط مهمه والحمد لله بلادنا خرجت باقل الاضرار الى قرناها مع دول متقدمه بنظامات صحيه متقدمه وبموارد بشريه كثيره، فالحمد لله. وهنا تنترحموا على جميع المغاربه اللي توفوا من جراء هذه الجائحه، الله يرحمهم ويوسع عليهم. إذن اولا وقبل كل شيء، فبلادنا والدوله كانت دائما دايره تدابير استباقيه بفضل التوجيهات والتعليمات الساميه ديال صاحب الجلاله نصره الله، كذلك بفضل الرعايه الشخصيه ديال صاحب الجلاله الحمله ديال التلقيح. تمكنات بلادنا انها تكون من اولى البلدان الافريقيه اللي دارت واحد جوج ديال الاتفاقيات مع سينوفارم ومع استرازينيكا. هادو تمكنونا باش نحصلوا على واحد الكميه مهمه ديال اللقاح اللي جعلتنا نكونوا اول دوله افريقيه، وهذا مفخره لنا كمغاربه اننا نقولوا اننا حنا واخا واحد البلد بطريق النمو، ولكني حصلنا بفضل وتنقولوها وتنعودوها وتنشكروا بالشكر الجزيل صاحب الجلاله اللي كما تيسهر على الصحه ديال الاسره الصغيره ديالو فهو تيسهر على الصحه ديال الاسره الكبيره اللي هي الشعب المغربي. فاحنا دابا فتنا 30% من العدد اللي بغينا نلقحوا اللي هو 80% من الساكنه اللي عندها 17 سنه. درنا واحد البرنامج ديال التلقيح اللي هو برنامج عالي للدول المتقدمه عاد دارته من بعد منا، اننا بدينا بالناس الفئات العمريه اللي كبار 75 سنه 65 سنه 60 سنه حتى وصلنا دابا ل 40 سنه. كذلك لقحنا الناس اللي عندهم امراض مزمنه، لقحنا الناس اللي في الصفوف الاماميه في الاطر الصحيه في الاطر الامنيه اطر ديال التعليم. هذا الشيء جعل بانه في الاونه الاخيره والحمد لله ما بقيناش نشوفوا وفيات في صفوف الاطر الصحيه. حنا تنعرفوا انه اكثر من 70 طبيب الله يرحمهم توفوا، وحنا تنعرفوا بانه الطبيب راه خصنا ماشي غادي نوجدوه في شهرين وثلاث شهور، خصو 10 سنين باش يكون موجود. وهذا اش عطانا، وراه شفتك في التقديم ديالك هو تقديم مهم، اش عطانا؟ عطانا اننا ما بقيناش نشوفوا الحالات في الانعاش بزاف بحال الدول الاخرين، ما بقيناش كذلك في العنايه المركزه، وكذلك الحمد لله الوفيات. واخا اي مغربي توفى راه تعتبر ضياع لينا، صح انه الوفيات قليله الا قارنا راسنا مع دول بحال مثلا تونس الشقيقه اللي تسجل كوميم وفيات لاكثر من 40 في النهار، وكذلك اعداد اللي تتفوت الالف في النهار. اذا وصلنا دابا لهذه المرحله، فمن الواجب علينا اننا دابا اننا ما نترخوش. علاش؟ هي مكتسبات خصنا نحافظوا عليها، مكتسبات نحافظوا عليها. علاش؟ باسكو انت انا اي واحد فينا عيا. إذن باش ما نرجعوش اللور، صح بحال ما الدول دابا راه شتي روسيا بداو
يشددوا من الحجر باسكو طلع دابا راه كان هو المتحور الهندي اللي دابا تنسميوه الدلتا طلع عندهم كذلك في بريطانيا. فالحمد لله حنا بفضل المجهودات ديال المواطنات والمواطنين واللي داروها طيلة شهر رمضان راه حنا جات عندنا الجائزة بحال واحد تيصوم تتكون عنده الجائزة جات عندنا الجائزة واللي هي أننا وصلنا أنه نخفوا من الحجر أنه من بعد الناس اللي عندهم الجواز يقدروا يتنقلوا بأريحية. ولكن كما شرتي لي هذا معقول وانا تنشكروا جميع الصحفيات والصحفيين اللي قاموا بواحد المجهود جبار في التوعيه والتحسيس طيله هذا كل باقي تيقوموا به وهذا البرنامج اللي تديروا اليوم فهو مهم خاص الناس الله يرضى عليهم. راه عندنا كل واحد فينا عنده واحد المسؤوليه فرضيه خصو يحترم التدابير الاحترازيه اللي هي الوضع السليم للكمامه اللي هي التباعد الجسدي اللي هي الغسيل والتعقيم ديال اليدين عدة مرات في اليوم. علاش؟ باش ما يكونش عندنا شي انفلات وبائي وباش ما تكونش الدولة مضطرة أنها تزيد تشدد الحجر حقاش عرفنا لا من الناحية الاجتماعية البسيكولوجية ديالنا ولا من الناحية الاقتصادية راه كل شيء عيا. صح الله يرضى عليكم صحيح. قربنا نوصلوا لبر الأمان كما تنقولوا بالدارجة نزيروا شوية نحافظوا شوية على التدابير باش ما يكونش شي انفلات وبائي. نعم بروفيسور مولاي سعيد احنا داخلين واحد المرحله حساسه مهمه وهنا بغينا نوعيوا الناس وندير لهم واحد عمليه تحسيس قويه جدا وعافاكم غير صبروا علينا الا كنا تنبقاو تنعاودوا تنكروا في عمليه تحسيس احنا ابدا لا نستغبي حتى شي واحد المغاربة محترمين جدا احنا ماشي تنستغبي ولا كنا تنكروا عمليه تحسيس وعندكم لا انما خايفين لا نستغبي احدا ولكن خايفين. المرحله الجايه مرحله حساسه جدا. شنو اللي تخليها حساسه؟ كاين جوج ديال الحوايج اللي يخليها حساسه. اولا هاد العطله الصيفيه وحنا عرفنا بعد فتح الاجواء وبعد المبادره الملكيه وبعد القرار الملكي وعده اشياء غادي ممكن نشهدوا خلال هذا الصيف واحد يعني رجوع عدد كبير جدا ديال مغاربه العالم. ثم كذلك عيد الأضحى اللي على الأبواب. هاد جوج ديال المناسبات يدق معها في نفس الوقت ناقص الخطر وتنظن هذا اللي خلى وزارة الصحة أنها تسبق الأحداث وتصدر البلاغ قبل يومين. معقول هاد الشيء اللي تتقول الأخ كله معقول وحنا شنا الانتكاسة اللي كانت عندنا في عيد الأضحى اللي فات هذاك وحنا تنقولوا الله يخليكم راه الواحد يبقى داير التدابير الاحترازيه راه واخا يكون ملقح يقدر يعادي. اذا يفكر في والديه يفكر في العائله ديالو ما يمكنش يكون باغي تكون عنده فرحه باللقاء بالعائله ديالو تولي من بعد قرحه انه الواحد يكون مريض ويمشي للانعاش. اذا الله يرضى عليكم ما بقى قد ما فات نصبروا شويه نحترموا التدابير واللي شاف حتى حنا راه تنقولوا الناس افراد ديال العائله الاصدقاء اللي ما دايرش الكمامه تنقولوا ليه ديرها اللي ما تيغسلش اللي التباعد كل شيء هذا الشيء وكاع البلاصه اللي فيها التجمعات الكبيره ما نمشيوش ما نكونوش فيها. والحمد لله اللهم هذا الشيء فاش نعيشوا دابا ولا الحاله فاش كنا تنعيشوا في الصيف اللي داز. والحمد لله حتى كما شرتي لها المبادرة الملكية المهمة والعظيمة اللي دارسنا بالنسبة للإخوان ديالنا اللي جايين من المجر فبغينا هذا الشيء يبقى العرس ويبقى عرس كامل ونفرحوا ببعضياتنا بلا ما يكون عندنا شي انتكاسة وبائية وبلا ما تكون الناس أنهم من الفرح ولا عندهم بالدارجة القرح. نعم صح أستاذ مولاي سعيد قضيت دائما ارتباطا بالجالية المغربية واللي غادي يكون القدوم ديالها بشكل كبير إن شاء الله قضية الحجر الصحي لمدة 10 أيام بالنسبة للناس اللي جايين من الدول اللي كاينين في اللائحة باء
فبغينا يفهموا الناس، بغينا يفهموا، لان احنا ملي قلبنا وحنا طرقنا لهذا الموضوع، ملي قلبنا لقينا اشنو، وسولنا ناس اللي في وزارتها قال لك هذا الشيء راه كله تدابير وقائيه، احنا راه ماشي ما ضد حتى شي واحد، ولكن هي تدابير وقائيه. انت في اللائحه غادي دير الحجر الصحي، لانه ممكن واخا يكون عندك جواز صحي راه ممكن تكون حامل للفيروس، ما غادي يدير لك انت حتى شي تاثير، ولكن غادي تعطيه لشي واحد يقدر يقتلو. بغينا نفهموا هذا الامر ديال هذيك 10 ايام في الفندق كحجر صحي. هاد التدابير راه كاينه كاع، باش نكونوا هذاك، كاينه كاع الدول دايره اليوم. الا بغيتي تمشي مثلا لكندا وكنتي هذا، راه تيقولوا لك كاين مثلا في الصين راه 15 يوم ماشي 10 ايام. 15 يوم ماشي 10 ايام. وحنا تنقولوا انه حفاظا على الصحه ديال المواطنين، وحفاظا على الصحه ديال العائله ديالك. وحنا تنقولوا حتى الناس اللي جايين من اليف، الله يرضى عليكم، فاش تجيو في الاول ما تكثروش من بنادم في ذاك الاسبوع الاول، لا تبان شي اعراض عندكم، باش ديك الساعه تمشيو بالزربه ديروها، باش نحتويو انه ما تكونش الانتشار ديال الفيروس. جميل. وخاصة ملي تنتكلموا على الفيروس المتحور الهندي، الهندي اللي أكثر الانتشار. انتشار نعم. اللي أكثر انتشار، ولا قلنا أكثر انتشار، فهو أكثر شراسة. لحقاش إلا مشى حتى صاب لينا، ما ننساوش بأنه كاينين الناس اللي ما تمكنوش أنهم يديروا التلقيح. إذن هاد الناس اللي كبار وما تمكنوش خصنا نحافظوا عليهم. وكذلك تنعرفوا بانه المراه الحامل ولا المرضعه ما تديرش، اذا الا كانت عندنا في الدار راه خصنا نحافظوا لها، ماشي نجيبوا لها الفيروس وتولي عندها مشاكل لا ليها ولا الجنين ديالها. اذا كما شرتي ليه، ومعقول انه هذا الشيء ما مديورش باش نصدعوا الناس، ولكني مديور بالعكس باش نحافظوا على الصحه ديالهم اولا، ونحافظوا على الصحه ديال ذويهم. نعم. تنشكركم على الاستضافة. العفو. شكرا لك سي مولاي سعيد عفيف، شكرا جزيلا لك. شكرا.